السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بينتهي دور ربع النهائي في دور الأبطال، طيب وبعدين هنشوف دلوقتي أسباب خروج كل من بطلين آخر بطولتين، أيوة بايرن ميونخ وليفربول هما البطلين في آخر بطولتين، ليه خرجوا وإيه الأسباب. تاني حاجة هنشوف ما هي التوقعات لمعمعة ومعركة نصف النهائي، سواء كانت بين ريال مدريد وتشيلسي او باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي. ولكن لو وصلك الفيديو ما تبخلش علينا تعمل اشتراك في القناة وتفجر زر اللايكات باجدع لايك منكم، انا طبعا متعشم فيكم ان شاء الله ان انتم تفجرونا الفيديو ده وعايزه يوصل لاكبر عدد من اللايكات، واحب اشوف رأيكم في الكومنتات. انا محمود المصري، اشوفكم بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد. رجعت لكم تاني بعد الفاصل، واولا هنبدا باسباب خروج كل من بايرن ميونخ وليفربول، وهما البطلان اللي كانوا مكتسحين الدنيا شرق وغرب في العام الماضي وقبل الماضي. طيب اولا هناك اسباب اداريه وهناك اسباب فنيه، هناك اسباب اداريه على مستوى اداره الفرقتين، ولكن انا بعتبر ان السبب الاداري ليس سببا مقنعا، لان في فرق كانت بتمر بظروف اداريا صعبه وقدرت انها تحقق بطولات، وبالتالي هنذكره على محل ذكر اسباب فشل كل من بايرن ميونخ وليفربول او البطلين في اخر بطولتين ان هم يحافظوا على اللقب بتاعهم. اولا هنبدا ببايرن ميونخ، لان انا يعني بقول ان تجربه بايرن ميونخ تجربه يعني تستاهل ان احنا نشوفها ونبص عليها. اولا بايرن ميونخ يعتمد على مجموعه لاعبين شباب مطعمه ببعض الخبرات مثل نوير، ليفندوفسكي او مولر، والباقي كلهم يعتبروا ان كان جنابري، ساني، كومان، كل الناس دي كلها يعتبروا ان هم كيميتش كلهم لسه شباب، وبالتالي فالفريق قدر يوصل لمرحلة الدمج ما بين الخبرات والشباب، وقدر انه يحقق سداسية تاريخية من اعرق الحاجات اللي ممكن يعملها اي فريق في اوروبا، ان هو يحقق سواء دوري محلي او كأس محلي او سوبر محلي، وعنده السوبر الاوروبي وعنده دوري الابطال وكأس العالم طبعا للاندية. فدي هي البطولات اللي حققها بايرن ميونخ العام الماضي، وما قدرش اي عمل سلسلة كبيرة من الانتصارات، قدر فريق باريس سان جيرمان ان هو يكسر هذه السلسلة. طب ايه السبب؟ اولا السبب هو ما حدث في المنتخب. ايوه ما حدث في المنتخب اثر على فريق بايرن ميونخ، لان هانز فليك من المدربين اللي كانوا مرشحين وما زالوا مرشحين ان هم يمسكوا فريق بايرن ميونخ. تاني حاجه ودي الاهم، المشاكل الداخليه في الفريق ادت يعني النهارده مدرب لما يكون في حاله صفاء ذهني وحاله من النوع من انواع اللي هو قادر يعمل بالانس ما بين مسؤولياته الاداريه ومسؤولياته الفنيه، يقدر ان هو يحط الخطط ويقدر ان هو يقود المباريات. ولكن في حاله هانز فليك حصلت مشكله مؤخرا ما بين المدير الرياضي للفريق، مشكله طاحنه يعني على بعض التفاهمات ما بينهم، سواء تخص اللاعبين او تخص النادي نفسه، وبالتالي ده اثر في، انا بعتبره انه اثر في التاكتكس بتاعه دي نو. يعني انا مش بقول ده يا جماعه ده السبب، بس انا بقول ده من ضمن الاسباب انها تاثر على المدير الفني ذهنيا، ما يبقاش يعني انت لو ما عندكش مشاكل مش زي ما يكون عندك مشاكل اداريه. نمره 2 وهي دي افه الفرقتين، وهنلاقي لما نيجي نتكلم عن باير ليفربول هنقول برده عليها، هي الاصابات. يا جماعه النهارده في بعض اللاعبين بيفرقوا معاك في الملعب، سواء بيفرق معاك ان هو هداف، سواء بيفرق معاك ان هو لاعب خط وسط يعني زي ما بيقولوا كده المايسترو بتاع الفريق، او على مستوى خط الدفاع بتاعك بيشيلك. فالنهارده لما انت يكون عندك يعتبر هداف العالمي او هداف العالم كله ليفندوفسكي قاعد في مباراه زي باريس سان جيرمان، دي مشكله. جنابري يتصاب بكورونا، دي مشكله. فكل ده بيخش مع بعض، العوامل دي بتخش مع بعضها بتوقع الفريق. وبرغم ذلك ان بايرن برضه لعب كويس، ولكن لما جه يواجه باريس سان جيرمان، يا جماعه فريق باريس سان جيرمان هو مشروع زي مانشستر سيتي، يعني الفرقتين دول مشروع، لان في مستثمرين جم اشتروا الفرقتين فعايزين يحققوا بطولات، وبالتالي فان باريس سان جيرمان عنده الدافع القوي ان هو يوصل ليه، وفعلا وصل السنه اللي فاتت للنهائي ولكن خسروا امام بايرن ميونخ، والسنه دي كان يقاتل يا مقتول. فالقصه اللي انا بتكلم فيها ان بعض الاوقات ان يكون طموح الفريق اللي قدامك عالي جدا، فده بيعوض الفروق الفنيه، وفعلا ده لو اتفرجت على المباراتين الاثنين فعلا في فروق فنيه كبيره جدا بتبان في المباراه، بغض النظر عن وجود كل من امبابي ونيمار في مقدمه هجوم فريق باريس سان جيرمان.
الأعمال. ولكن لازم نفهم حاجة مهمة جدا، أن العامل النفسي والدافع النفسي والتجهيز النفسي وكل الكلام ده كله بيخليك توصل لمرحلة أن أنت كل الفوارق الفنية دي بتدوب في النص، وبالتالي ما بيبقاش في غير اللعب والمجهود في الملعب. وده اللي حصل على مستوى المباراة، أن أنت تروح ألمانيا في الألاينز أرينا وتغلب 3-2 وترجع في البارك دي فرانس تتقبل هدف وتشيل المباراة، عندك حارس زي نافاز يقدر أن هو ينقذك في المباراة الأولى والمباراة الثانية. دي كانت عوامل كلها مجتمعة أدت ليه خروج بايرن ميونخ. هنخش على ليفربول، وليفربول حكاية، لأن بصراحة بايرن ميونخ أنا هقول برضو إيه، أنا عارف إن بايرن ميونخ هيتعافى قريب، خاصة إذا رجع ليفاندوفسكي فالعملية هتتظبط شوية. جنابري هيشوفوا هيجيبوا الراجل بتاع سالزبورج ده اللي هو الريد بول سالزبورج، المدرب بتاعهم هيجي يمسك ولا لا. هانز فليك طبعا هيمسك المنتخب بشكل كبير، هيمسك المنتخب الألماني، لسه برضو ما فيش كلام صريح في الكلام ده، ولكن هو المتوقع إن هو هيمسك المنتخب الألماني. فهنشوف الدنيا هتبقى فيها ايه طبعا بعد اليورو، فهنشوف الدنيا دي هتكون فيها ايه. ليفربول، ليفربول يا جماعه وصل لمرحله اسمها مرحله التشبع، بمعنى ان انا كنت فرقه بقالي فتره كبيره ما خدتش دوري الابطال دوري المحلي، وكان الدوري المحلي عند الجمهور اهم من الدوري الابطال، لان هناك يا جماعه في تعصب شديد جدا للكوره، سواء كانت جماهير ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، يمكن مانشستر سيتي اقلهم، ولكن في تعصب كبير جدا وقوي جدا. وكان في الفتره الاخيره مانشستر سيتي هيمن على دوري المحلي، وبالتالي فكانت نتيجه التدفقات الماليه والاستثمارات والتعاقد مع لاعبين على مستوى عالي والاتيان بجوارديولا، فكان المستوى عالي جدا، ادى ان فعلا كانت المنافسه صعبه. وده هنشوف برضو تراجع لعيب فرق زي توتنهام، فرق زي ارسنال، فرق زي مانشستر يونايتد الفتره اللي فاتت بعدت كتير عن الالقاب، ده نتيجه الاستثمارات اللي دخلت فيه، سواء كان تشيلسي سواء كان برضو مانشستر سيتي. ولكن مانشستر سيتي يا جماعه في اخر 4 سنين صرف مليار يورو، مبلغ كبير جدا انت تصرفه على نادي، فده حاجه مش هينه، وبالتالي ومش صعب ان اي فريق تاني يقدر يقف قدامك نتيجه وجود تدفقات ماليه كبيره. فكان الهدف من الاتيان بكلوب هو عمل او بناء فريق يقدر ينافس بيه على دوري، ويقدر ياخد بيه دوري الابطال، ويقدر يوصل ان هو ياخد دوري كاس العالم. وده اللي حصل في 2019 بالظبط، ان هو قدر يحقق الدوري المحلي بعد فتره غياب طويله، قدر ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا، بل ده ان هو وصل النهائي مرتين متتاليتين، سواء كان قدام ريال مدريد وخسر، وقدام توتنهام وفاز، وقدر ان هو يحصل على السوبر الاوروبي، قدر ان هو يوصل لان هو ياخد الدوري المحلي، وبالتالي ويقدر ان هو ياخد كاس العالم في قطر. فده كله كان محصلته ان خلاص انت وصلت لكل الاهداف اللي انت عايزها. في مرحلة بقى بتوصل فيها مرحلة التشبع، انت مش قادر تبني حاجة تاني، مش قادر تدي حاجة، خلاص الناس حفظوا محمد صلاح، فيرمينيو، ماني، حفظوا الاربعة 3-3 بتاعتك، حفظوا مين بيلعب هنا ومين بيلعب هنا، اصبحت فريق خلاص، فلابد من تجديد الفكر. ده اللي ما حصلش. اولا لم يحصل ان هو حصل تجديد فكر من كلوب بنفسه، ما حصلش ان تم تدعيم الفريق بعناصر تقدر تغطي العناصر الاساسية سواء على مستوى الدفاع او الهجوم او الوسط، وده ادى في الاخر نزول الحاد لفريق ليفربول بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا الرجل الاعمال المالك لفريق ليفربول يهمه الناحيه الماديه، ودي ماشيه معاه زي الحلاوه، القيمه السوقيه في ارتفاع يعني مدوي، نقدر نقول ان هو زاد قيمته التسويقيه بتاعته والقيمه الماليه بتاعت ليفربول ل 85% من قيمه الفريق قبل كده، وبالتالي دي مبلغ ضخم جدا، بتقدر ان انت توصل لكل اللي انت عايزه. بس طبعا دايما راس المال جبان يا جماعه، يعني انا جيت دلوقتي مثلا فيرجيل فان دايك، انت جبت احسن حارس لما جبت اليسون بيكر من روما، لما جبت فيرجيل فان دايك، لما تعاقدت مع بعض اللاعبين المهمين اللي قدروا ان هم يحققوا لك الفارق زي محمد صلاح او زي ساديو ماني قبليه، او كل الناس دي دخلت عملت كوكتيل حلو كده. لكن هل الاستمراريه لازم يبقى عندك سكواد؟ يعني احنا امبارح بنشوف زيدان يا جماعه عنده، انا عايز اقول كمية مؤصبات تودي في 60 دهية، ولكن زيدان بيقدر يدير. في مدرب تاني ما بيقدرش يدير، في مدرب تاني عايز اللعيب الجاهز، ما عندوش رؤية للعيب، وبالتالي برضو من ضمن الحاجات اللي كانت خاطئة هي إدارة النجوم، إن حصل كذا مشكلة ما بين محمد صلاح وماني وكل حاجة، يقول لك لا ده تمام، مفيش تمام ولا حاجة، الموضوع أكبر من أي فريق ومن أي حاجة، وبالتالي أصبح كل العيوب دي ظهرت إمتى بقى؟ ظهرت عند بداية الخسائر وتحقيق النتائج السلبية، ده كله ظهر على السطح وزي ما بيقولوا كده الشوائب ظهرت. فده كان جانب مهم لازم نتكلم فيه قبل البداية في توقعات دور نصف النهائي. أولا هنبدأ بمباراة باريس سان جيرمان وفريق مانشستر سيتي. كل فريق عنده ما يعيبه وما يميزه، يعني عندنا فريق مانشستر سيتي هو أقوى دفاع على مستوى البطولة إلى الآن،
فريق قوي جدا قدر ان هو يحقق نتائج طيبة جدا، متصدر الدوري المحلي، عنده مجموعة لاعبين سواء على مستوى الهجوم او الدفاع يقدروا يشيلوك، عنده حارس الاول في البرازيل ايدرسون هو الحارس وبيقدر ان هو يفهم الفرق في بعض المباريات. على مستوى خط الدفاع عندك دياش، عندك زيتشينكو، عندك مجموعة لاعبين تقدر ان هي تقف معاك. على مستوى خط النص سواء كان رياض محرز او دي بروين او كان كل، فعندك تشكيلة ومعهم مدرب يا جماعة بيخترع في الكورة. يعني من الاخر في مدرب بياخد افكار جاهزة، لكن جوارديولا بيخترع في الكورة، وانا بتهيألي هو هيذاكر باريس كويس جدا، لان باريس عنده نقاط ضعف كتير يقدر يلعب عليها. وبالتالي فحظوظ مانشستر سيتي، ولما تلعب فريق برضه خططي زي فريق بروسيا دورتموند، محدش يتقال يا جماعه بروسيا دورتموند بغض النظر انه متعثر في الدوري المحلي ان هو ياخد السادس او السابع، ولكن انت عندك برضه ان انت توقف مهاجم زي هالاند، توقف بعض الخطط اللي هم بيلعبوا زي المكن، يعني ده مكن بيلعب تقدر توقفهم وتقدر ان انت تفوز عليهم رايح جاي، فدي برضه حاجه مش سهله، خاصه ان انت اتاخرت في مباراه الاياب 1-0 وقدرت ترجع بنتيجه 2-1، فدي تبين لك شخصيه الفريق. على الجانب الاخر باريس سان جيرمان يا جماعه بوتشيتينو داهيه بكل المقاييس. انا بقول بوتشيتينو اسباني معجون، يعني انت النهارده دي مواجهه اسبانيه سواء جوارديولا او بوتشيتينو، وبالتالي فهيكون عنده انا بقول هيكون بنسبه كبيره هيلعب بالزوم ديفنس نفس الطريقه اللي لعب قدام بايرن ميونخ، ولكن بتهيألي مع فريق زي، لان انت كنت بتلعب مين؟ بتلعب كومان، بتلعب مولر، بتلعب تشوبو موتينج، لا انت عندك هنا رياض محرز، عندك رحيم ستيرلينج، عندك دي بروين، عندك لا عندك فرقه فودن، عندك فرقه بنت لذينه، عندك فرقه بنت لذينه. فانت النهارده كنت هتلعب ان انت تشيل عبء المباراه على مستوى الدفاع وتعتمد على سرعه كل من نيمار وسرعه كل من امبابي، فانت هتتعب خالص في المباراه دي وهتبقى مباراه صعبه جدا. لكن اذا انت هاجمت فعلا وقدرت ان انت تظبط خطوطك وماركونيوس يكون موجود في الدفاع، مش عارف هيرجع يلحق يرجع ولا لا، وطبعا نافاس هو صمام الامان في الفريق، ولو كان اللعيبه دي في يومها هتقدر تحقق اللي انت عايزه، لكن لو ما حصلش لا هتشيل وهتتعب جدا، المباراه هتكون شقه جدا. هتقولي طب ما يا عم برشلونه طلع مانشستر يونايتد والناس اللي بيقولوا الهبل ده، يا جماعه لا هو برشلونه بتاع قبل كده ولا ده مانشستر يونايتد بتاع قبل كده ولا كل الكلام ده كله، احنا في الملعب. وانا بقول مباراه بايرن ميونخ هي مباراه استثنائيه، ولو شفنا حد شاف مباراه الاياب والذهاب، لا مباراه الاياب هناك في الاليانز ارينا كانت استثنائيه بكل المقاييس بالنسبه لباريس سان جيرمان، والشوارع كانت مفتوحه في دفاعات بايرن ميونخ. وبالتالي عشان نوصل وما انتهش من بعض في الكلام، انا بتوقع انها مباراه قويه جدا، ولكن انا برجح كفه مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي عنده الدفع الاقوى، وانا بقول دول مشروعين سواء كان مشروع اماراتي او مشروع قطري هيتواجهوا مع بعض، وهنشوف مين اللي هيطلع الثاني. ولكن انا من ناحيتي شايف ان مانشستر سيتي مع جوارديولا له الحظ الاكبر، خاصه ان خلاص النهارده لو انت من جوارديولا حقق دوري الابطال هيبقى هو عمل اللي محتاجه ملاك النادي، ودي هتكون هي القوه. وكذلك برضو من ناحيه باريس سان جيرمان برضو محتاجين ان هم يحققوا البطوله نتيجه ان هم عايزين برضو ينجحوا المشروع بتاعهم. على الجانب الاخر وهي المباراه الاقل او الاضعف شويه، تشيلسي وريال مدريد، ودي مباراه الى حد ما محسومه لنتيجه. طبعا توخيل يا جماعه جه في نص الموسم، فلا اشترى لعيبه ولا تعاقد مع لعيبه ولا كان عنده الفرصه ان هو يشوف اللعيبه اللي هو عايزها. لحد دلوقتي هو بيلعب على اختيارات لامبرد وبيلعب على الصفقات اللي عقدها النادي في اول الموسم، وبالتالي فالراجل لسه لحد دلوقتي ما قدرش يقيم تجربته. حقق نتائج ايجابيه، قدر ان هو ينتشل تشيلسي من النتائج السلبيه لنتائج ايجابيه وقدر ان يوصل للنص النهائي، ولكن ريال مدريد متمرس يا جماعه في البطوله. امبارح لو انت بتتفرج على ريال مدريد وهو بيلعب زوب ديفنس وهو بيقفل الملعب على ليفربول في ملعبه، ليفربول امبارح كان يقدر يوصل كذا كوره، ولكن قدر يوصل لمرحله ان هو في عز النسخه السيئه والنسخه الاسوا لفريق ريال مدريد قدر ان هو يوصل لربع نصف النهائي. ما بالك لو النهارده انت راجع راموس ورجع مش عارف اذا كان هيلحقوا المباراه، ورجع كارباخال ورجع فاران ورجع اللعيبه دول، الفريق فعلا كله بيلعب كويس، والفريق كله بصراحه العناصر كلها اثبتت قوه سواء فينيسيوس جونيور او على كريم بنزيما على مستوى الدفاع ميليتاو وناتشو، ولكن في الاول وفي الاخر لازم الشخصيه بتبان. فانا متوقع طبعا، واي عاقل بيتوقع هيتوقع فوز ريال مدريد والصعود الى النهائي، ولكن المفاجات من دوري يعني الدوري يعني محدش كان يتوقع خروج البايرن، فمفاجات دوري ابطال اوروبا لا تنتهي، في اي وقت ممكن تلاقي الموضوع اتقلب وفعلا تلاقي ريال مدريد بقى بره وتشيلسي هو اللي في النهائي. الله اعلم، ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الايام القادمه من كاس دوري ابطال اوروبا.
دي كانت الريفيو بتاعنا. فانا لا بتوقع يبقى ريال مدريد النهائي ومانشستر سيتي، وهيكون نهائي فعلا نهائي قوي جدا ان شاء الله. ده كان توقعاتنا بالنسبة لدور نصف النهائي واسباب خروج كل من ليفربول وبايرن ميونخ. احب اشوف رأيكم في الكومنتات، ايه اللي عجبكم في الحلقة، ايه اللي معجبكمش في الحلقة، واحب طبعا تدعموا الفيديو بلايك وشير، واشوف ان شاء الله اشتراكات كتيرة، واشوفكم معايا اخوان واحباب معايا باذن الله، نشجع بعضينا ونكون اسرة جميلة باذن الله. انا محمود البصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.